وللحديث أكثر ينضم لنا نقيب تجار الألبسة سلطان علان. سيد سلطان، بعد التحية نبدأ من حيث انتهى التقرير وبذات السؤال، هل سيشهد قطاع الملابس انتعاشة في الأيام والأشهر المقبلة؟ يعني أول شيء بشكرك للتقرير الوافي والمستفيض بقطاعنا. بالنسبة للباقي من الأيام لشهر رمضان، لا ما بتوقع أنه راح يتعمل أثر كبير على الموضوع. إحنا بنحكي اليوم عن يومين باقيات تقريبا، وبالتالي الأثر الكبير لقطاع لشهر رمضان أصبح واضح. المعالم بالنسبة لنا عم نقرأ أنه كان أقل من المتوسط، مفاجئ لإلنا. طبعا نسبة تراجع تتباين ما بين 20-30-40% على طول الشهر. كان في ملاحظة أنه مع بداية أول 10 أيام كان في تراجع حاد، لذلك لم تشفع الباقي الأيام بموضوع أنه يكون في عندنا موسم جيد. نعم، المفاجأة لإلنا كانت أنه إحنا بنحكي عن تزامن موسمين، موسم عيد الفطر وموسم بداية شهر بداية الموسم الصيفي. لذلك كنا نتوقع أنه يكون في مضاعفة لعملية الشراء. بنعرف إحنا اليوم بداية كل صيف في حركة حتى لو ما كان فيها موسم رمضان، لذلك كنا نتفاجأ باللي عم بيصير. بصراحة الاكتظاظ اليوم موجود بالأسواق، ما عم نحكي أنه ما في موسم، ما في حركة شراء في العيد، لا موجودة. حتى نكون واقعيين، في حركة نشطة في مجموعة مناطق تجارية، ولكن في النهاية المتحصل هو أقل من إذا ما قورن برمضان 2023. بالمتحصل نتوقع أن يكون في تراجع نسبته لا تقل عن 30%. نعم، يعني سيد سلطان، هذا التراجع كما ذكرت مقارنة بالأعوام السابقة، باعتقادك ما الأسباب التي أدت إليه؟ يعني ممكن نحصرها بثلاث أسباب رئيسية. سبب دائم ومترحل من سنة لسنة، لا وهو ضعف القوة الشرائية، وهي بحاجة لدراسات بصراحة مستفيضة بحيث أنه نعرف ما هي العوامل التي أثرت سلبا على ضعف القوة الشرائية للمستهلك الأردني أو للمواطن الأردني. ممكن عندنا إحنا بعض الأسباب، أنه عدم ربط الحد الأدنى للأجور بمستويات التضخم. عندنا نحكي أنه الضريبة اللي عم بدفعها ضريبة المبيعات مرتفعة، وهي الضريبة التي تصف أنها غير عادلة، أنها تدفع من قبل الفقير والغني بنفس المستوى. عدم استبدال ضريبة الأرباح بضريبة المبيعات. يعني في عدة أمور ممكن اليوم لما نيجي نفصلها بحاجة لوقت أكبر. والعنصر الثاني والمهم اللي هو الظروف الجيوسياسية الموجودة بغزة. يعني احنا ارتباط شعب الأكثر ارتباطا مع أهل فلسطين اللي هو الشعب الأردني، لذلك أكيد إلها تلقي ظلالها على هذا الموضوع. العنصر الثالث والأخير، وهو العنصر اللي بنحكي أنه لماذا حتى تاريخ اليوم لم تتدخل الحكومة في وقف قرار إعفاء الطرود البريدية الذي لا يخدم سوى المواقع الإلكترونية الموجودة خارج الوطن. لا. لذلك هذا القرار، إما إحنا عم نطالب كقطاعنا أنه مساواتنا فيهم من ناحية الرسوم والضرائب، إما أنه إحنا نصير 10% زينا زيهم، أو هم يصيروا 35% تقريبا زينا. فهي العدالة في التطبيق، وهذا بصراحة عبارة عن نزف دائم عمره تقريبا 8 سنوات. نعم سيد سلطان، يعني وتحدث التقرير بشكل مفصل عن حالة في التغير في السلوك لدى المواطن الأردني. التوجه اليوم أصبح إلى محال التصفية، الابتعاد عن المولات الكبرى وعن المحال التقليدية. باعتقادك ما الأسباب التي تدفع المواطن الأردني اليوم للتوجه إلى محال التصفية بهذا الزخم؟ يعني أنا بحكي المواطن الأردني مواطن رشيد، يتحكم بطريقة شراء المواطن الأردني، القدرة أو القوة الشرائية اللي بين إيديه. لذلك لا، هو فعليا عم بتوجه أكثر مع انخفاض الدخول إلى ما يلبي حاجاته بأقل سعر ممكن. هذا الشيء موجود في المحال التجارية العادية، موجود في محلات التصفية، موجود في محلات الألبس المستعملة، وموجود أيضا في المولات. أنا حتى أنه ما نفرغ المولات من موجوداتها، لا، المولات فيها أسعار منافسة، وأنا في جولات مؤخرا في بعض المولات الشهيرة في المملكة لقيت أسعار منافسة واستغربت وجودها، لأنه بصراحة التجار قالوا إحنا بدنا نستقطب المستهلك حتى لو كان
من أي شريحة دخل موجودة. لذلك هو موجود عند الكل. حتى اليوم مستوى الأرباح الموجودة حتى عند العلامات التجارية منخفض. ليش؟ لأنها بدها تنافس بصراحة. لذلك المنافسة موجودة في عدة مستويات. ولكن نعم. إنه نقول إنه توجه المستهلك أو المواطن الأردني تجاه الألبسة المستعملة أو تجاه ألبسة التصفية، صحيح ذلك موجود، وسببه الرئيس ألا وهو انخفاض قدرته الشرائية. لذلك هو بيحاول إنه يعالج هذا الخلل الموجود من خلال التوجه إلى ملذات أكثر كلفة. نعم سيد سلطان، أيضا ذكرت قبل قليل ما يتعلق بالأحداث الجيوسياسية، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاضطرابات في البحر الأحمر تحديدا، كيف أثرت على أسعار الملابس وعلى وفرتها؟ بالنسبة لاضطرابات البحر الأحمر كانت تحدي أمام القطاع، وصار في تعاون بيننا وبين الغرف التجارية، غرفة تجارة الأردن تحديدا، وأيضا دائرة الجمارك مشكورة في أنه اليوم نقدر نحكي أنه فعلا هم قدموا واجبهم تجاه القطاع، وبالتالي كان تم التخليص عن البضائع في زمن قياسي. صار بعض الاكتظاظ في الموانئ، صار بعض التأخير، ولكن كان ضمن النطاق احتمال التاجر. هناك بعض البضائع بجزء في التقرير بعض الأخوة تحدثوا عن وجود تأخير في البضائع. هذا التأخير فعلا صار من شهرين لثلاث شهور، ولكن وصل في خلينا نحكي في اللحظات الحرجة اللي ممكن يكون يعني لبى. ولكن هذا التأخير احنا كنا نطالب كتجار اليوم انه احنا تعرضنا لنوع من الاضطراب في توريد البضائع، كان الأجدر، وطالبنا بتأجيل ضريبة المبيعات على قطاعنا حتى انه نقدر نتجاوز هاي المحنة. للأسف هذا الطلب لم يلقى أذن نعم. صاغرة. لذلك احنا بنحكي اول كلف حصلت علينا اللي هي كلف النقل وارتفاعها، ولكن التاجر لم يعكسها على المواطن لشعوره بان المواطن لا يملك قوة شرائية يستطيع أن يستجيب لأسعار مرتفعة. لذلك بقيت أسعار الألبسة في ضمن المستويات الاعتيادية، وقد تقرأ انخفاض من في بعض الأصناف بحدود 5%. نعم شكرا لك سلطان علان، نقيب تجار الألبسة، على كل هذه التفاصيل.